وبالعودة إلى الشأن العراقي، ينضم إلينا من السليمانية نصر الله سورجي، عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. أهلا بك سيد نصر الله. أهلا وسهلا سيد سورجي. بداية، يعني 6 أحزاب كردية ترفض عملية العد والفرز في السليمانية ووصفتها بأنها غير شفافة، ما هي الأسباب التي دعت هذه الأحزاب إلى رفض عملية العد والفرز في السليمانية؟ أخي العزيز، هذه القضية من اليوم الثاني لإجراء الانتخابات، يعني يوم 13 هذا الحكي سواء حط علينا في كركوك وقال لنا بأن كركوك صارت فيها تزوير من القديم، ويسوي العدوى الفرز، أعادوا العدوى الفرز اليدوي. نتيجة العدوى الفرز اليدوي طلع نتائج مطابقة، إضافة إلى أنه إحنا كنا المظلومين، كان جتنا 5334 صوت ثاني من كركوك، فهذا دليل بأنه إحنا لا مزورين ولا شو اسمه. بالسليمانية لحد الآن 83 صندوق سوين حد الفرز اليدوي فيها طلعت مطابقة. هذول خسروا بالانتخابات، فمن يخسرون بالانتخابات يطلعون 1000 حجة ويذبون براسهم، يقولون الاتحاد الوطني هي اللي سوت التزوير. حتى هذا العدوى الفرز جاري وراح يجري في أربيل وفي دهوك وفي الموصل وفي كل العراق. فشنو معناته؟ يعني هم راجعوا عدوى الفرز اليدوي سويناه، قلنا تفضلوا، ومن حسن حظنا ترى اصواتنا اكثر ولا قلت الاصوات. اما هذول يدعون بالتزوير ويدعون بالغبن من هالسوالف، هذول خليهم يتاكدون يطمئنون بانهم خسروا الانتخابات، ولهذا لا يستطيعون بهذه الحجج قدام جماهيرهم ان يقولوا شيئا اخر غير التزوير. ولهذا نؤكد مرة أخرى، الاتحاد الوطني طلعت منتصرة في كركوك وستنتصر في كل الأماكن الأخرى وتحتفظ بمقاعدها، ويجوز في بعض المكان في بعض الأماكن يعني يجوز يحصل على مقعد زائد، وخاصة نحن نتأمل في الموصل بعد إعادة العدوى الفرز اليدوي أن نحصل على كرسي آخر، على مقعد آخر. ولهذا كل ما يقال عبارة عن دعايات وعبارة عن تكسير المقابل، ولهذا حتى تكونوا على علم وبينة بهذا الموضوع. نعم السيد سورجي، يعني ممثلون الأحزاب قالوا في مؤتمر صحفي أنهم سيطعنون في النتائج كونها مخالفة للقانون، برأيك لماذا هي مخالفة للقانون حسب قولهم، وكيف ستؤثر الطعون على النتائج؟ هم قالوا قبل، والبرلمان صوت لصالحهم، لصالح، والمحكمة الاتحادية اتت بالموضوع، وهذا المرحلة، هذه هي المرحلة الأخيرة، وفي المرحلة الأخيرة رضوا بها كل الأطراف. شنو يفعلون بها بعدين؟ خلي يفعلون إلى ما لا نهاية. هذه حجج واهية ما تفيدهم، حتى لو 100 مرة يفعلون مرة ثانية نتائج ثابتة وكل شيء حسب الأصول، والعدوى الفرز اليدوي أثبت فاعليتها وأثبت بأنهم كانوا على باطل، وخسارتهم لا يستطيعون أن يخفوا خسارتهم أمام جمهورهم، ولهذا يدعون بذلك. فهم مستمرين في كركوك، سحبوا وكلاء مالتهم على صناديق الاقتراع. والله شنو قال؟ ماذا يخلينا نقترب؟ بسليمانية نفس الحجة، لأن عرفوا بين النتائج المتطابقة ويعملوها في أماكن أخرى، ولكن هذه القضية مشت وانتهت وكل واحد يأخذ حقه. نعم سيد سورجي عفوا، يعني أيضا موضوع أيضا كتلة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي نسفت نتائج انتخابات السابقة جميعها، وطالبت المفوضية بإجراء عدوى فرز كلي لإقليم كردستان. يعني ماذا تريد هذه الكتل من هكذا دعوات، مع العلم أنها تعلم أن نتائج المفوضية كانت نهائية؟ هم بالبداية أصلا رفضوا حتى العدوى الفرز، قالوا لازم تجري انتخابات جديدة في العراق. نعم. هذا هو طلبهم، ولكن ماذا هم طالبوا بشكل يتحقق؟ القضية راحت للبرلمان ومجلس النواب قالت كلمتها وأقرت بإعادة العدوى الفرز وإلغاء أصوات الخارج، وكذلك إلغاء أصوات الخاص
الأصوات الخاصة. فبالنسبة للأصوات الخاصة طبعا أصوات مع شريحة معينة، مع الأجهزة الأمنية، مع الجي البيشمركة، يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال يعني. وأصوات الخارج هي عبارة عن أصوات معاقل وحق التصويت، يعني بأي حق واحد يمنحهم أو يحرص أصواتهم. ولهذا المحكمة الاتحادية عندما قررت بإجراء العدوى الفرد حسب الأصول وحسب القانون وحسب طلبهم، والآن جرى يجري العدوى الفرد في كل المناطق، وخاصة في المحافظات اللي تشكل الخليج كردستان، وفي محافظة الموصل، وفي كركوك، وفي كل المناطق، وثبت النتائج بأنها مطابقة. وهنالك خبر محافظات بالموصل لحد الآن ما باتوا بالعدوى الفرد، ولكن في الأيام القليلة القادمة سوف تبدأ. فهذا في الوقت احنا في البداية كقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، نعم، احنا قلنا المفوضية العليا المستحقة للانتخابات نحن ننفذ بالحرف الواحد كل ما يسوي. طبعا المفوضية ما بقى جابوا قضاة مكانهم، وهؤلاء القضاة كلهم حالفين يمين ويجون يشوفون شغلهم. بعد شو يريدون؟ انا ما اعرف، انا ما اعرف. نعم اشكرك. انا قلت لك القضيه وما فيها، هم خسروا في الانتخابات، ولهذا يتحججون بألف ذريعه في سبيل يبينون بياض وجههم امام جماهيرهم. هذا كل ما في الامر، وغير ما في شيء. نعم اشكرك جزيل الشكر نصر الله سورجي، عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كنت معنا من السليمانيه، شكرا جزيلا لك.